الرئيس السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الأمريكية، ومستندات التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة أبرز محاور اللقاء. عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة، مدبولي يؤكد سعي الحكومة بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية. اجتماع رباعي يضم وفود مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل غدا بالدوحة، ورئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي يرأسان وفود البلدين بالاجتماع. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية ويليام بيرز والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. هذا وقد تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة من أجل التوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ذكر أن رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية نقل في مستهل اللقاء تحية الرئيس بايدن إلى السيد الرئيس وتقدير الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا استمرار التشاور والتنسيق بين الدولتين لصالح الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد السيد الرئيس في هذا الصدد الموقف المصري الرافض لاستمرار العملية العسكرية في القطاع، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع، ومؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة. كما شدد سيادته على أهمية إنفاذ حل الدولتين في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. من جانبه ثمن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا تقدير بلاده للمواقف المصرية الرشيدة والمسؤولة التي تدفع بقوة في اتجاه إرساء السلام والأمن والتنمية إقليميا ودوليا. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب ترأسه أول اجتماع للحكومة الجديدة، أكد مدبولي أن الدولة قامت بجهد كبير في تحديث المناهج، وذلك خلال 6 سنوات الماضية، ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية. أكدت على ضرورة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وإن الآلية لهذا الموضوع هنشتغل عليها إن هنبدأ نقعد مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وهنبدأ ناخد التوصيات اللي كانت خرجت بها المرحلة الأولى، ودي كانت مقسمة إلى محاور متخصصة، وهيبدأ كل وزير أو مجموعة وزراء معنيين بتنفيذ توصيات محور بعينه هيبدأوا يقعدوا مع مجلس الأمناء ويترجموا هذه التوصيات إلى خطط تنفيذية بتوقيتات محددة، وحتابعها بنفسي أنا شخصيا على هذا الموضوع علشان نتأكد فعلا أن احنا بنضع هذه التوصيات المهمة جدا، لأن هذه التوصيات خرجت زي ما قلت من في أكتر من مجال، دي بتمثل أطياف المجتمع المصري كله.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير تتمثل في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. كما أكد مدبولي أن هناك أولوية قصوى للحكومة تتمثل في ضبط الأسعار وأزمة الكهرباء، وأيضا السعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية. مشكلة الكهرباء وموضوع ضبط الأسعار، ودول أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها إن إحنا نشتغل على هذا الموضوع. فأنا حبيت إن أنا يعني أوضح هذه النقاط، وكنت بوضحها بصورة واضحة جدا للسادة الوزراء. أهم شيء طبعا أكدت عليه ضرورة التواصل المستمر مع كل أطياف الدولة المصرية، بدي أن طبعا التواجد، وأكدت على التواجد مع مجلس النواب، الحرص الكامل على الالتزام بحضور الجلسات العامة وحضور اللجان النوعية من السادة الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، يبقى في تواصل مستمر مع البرلمان بكل بغرفتيه، سواء مجلس النواب طبعا ومجلس الشيوخ أيضا. لازم الوزراء بنفسهم يبقوا متواجدين علشان يبقى دايما هذا التواصل موجود، وحنبقى بنتابع أيضا الالتزام الوزراء بالتواجد في هذا الموضوع، لأن ده شيء مهم جدا. We'll be right back.
هذا وقد ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أول اجتماع للحكومة الجديدة، وذلك بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني لترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية وفقا للتوجيهات الرئاسية، مع ضرورة اهتمام الوزراء بحضور الجلسات البرلمانية وتخصيص أيام محددة للقاء النواب والرد على أسئلتهم ومطالبهم باعتبارها مطالب للمواطنين أنفسهم. وفيما يخص الأزمات والقضايا الملحة، أكد مدبولي أن الحكومة ستعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير تتمثل في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والسعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية، وإعطاء دفعة قوية لملفات التعليم والصحة والصناعة خلال الفترة القادمة. وخلال اجتماع الحكومة استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط استعرضت جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي. أشارت الوزيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لعام 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بتريليون جنيه لعام 2024-2025. كما عرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارين بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالإضافة إلى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. يأتي ذلك اتصالا بما سبق وأعلنه رئيس الوزراء من استهداف الحكومة الجديدة التوسع في استحداث مجموعات وزارية متخصصة كخطوة فاعلة نحو بحث الموضوعات المختصة بكل مجموعة بشكل أدق من جانب الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات بصورة أسرع بما يضمن كفاءة العمل الحكومي.
استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا حول صناعة التعهيد في مصر. أوضح التقرير أن مصر تعد واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود. كما أشار التقرير أيضا إلى أنه خلال العام المالي 2022-2023 بلغت القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر 275.5 مليار جنيه مقارنة ب 209.5 مليار جنيه للعام المالي 2021-2022 بنسبة نمو تصل إلى 31.5%. صرح المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة بأن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها يوم الأربعاء بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة. أشار وكيل أول مجلس النواب إلى أن اللجنة الخاصة في حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى 10 أيام على الأكثر حسب ما تقضي اللائحة الداخلية للمجلس وقرار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بتشكيلها، مؤكدا حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزامه بتوجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري. وينضم إلينا هاتفيا النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة. أهلا بحضرتك يا فندم. سيادة النائب، كيف يعني رصدتم أبرز النقاط وأهم الملفات التي جاءت في برنامج الحكومة الجديدة؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. يعني كما ذكر السيد رئيس الوزراء في البيان الذي ألقاه أمس أن هناك تحديات ذات وجوه يعني متعددة تواجه الحكومة الحالية في طبقا لما جاء بالبرنامج الحكومة. التحدي الأول متمثل في استكمال مسيرة المشروعات التي بدأت منذ 10 سنوات، لابد أن يتم استكمال تطوير البنية التحتية، مشروعات الطاقة، استصلاح الأراضي، تطوير العشوائيات، مبادرات الصحية ومبادرات حياة كريمة وخلافه. أيضا هناك تحديات يعني ترتبت على الأزمة، يعني الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها بشكل كبير على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط والفايدة وخلافه، وده أدى بارتفاع الأسعار بشكل كبير وشكل غير مسبوق وارتفاع معدلات التضخم. وأخيرا التحدي المترتب على الاعتداء الإسرائيلي على أهلنا في غزة، وده ترتب عليه يعني تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري خاصة في إيرادات قناة السويس. كل هذه التحديات يعني وضعت مجموعة تحديات ضخمة أمام الحكومة لابد من العمل على حلها ومواجهتها. هناك مشاكل. هو ده سؤال سيادة النائب، كيف تساهم خطة الحكومة الجديدة في تخطي التحديات التي نواجهها جميعا الآن؟ يعني هناك مشاكل سريعة تؤرق المواطن المصري حاليا، تتمثل أهمها في مشاكل انقطاع الكهرباء والأسعار. السيد رئيس الوزراء
يعني عقد اجتماعات سريعة بمجرد حلف اليمين واجتماعات مستمرة مع مجموعة الوزارات والجهات المعنية لوضع رؤية سريعة لحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء. وبالفعل اليوم يعني بدأت هذه الخطة، وأيضا ضرورة وضع خطة لضبط الأسواق ويعني كبح جماح الأسعار وارتفاع الأسعار والتضخم للتخفيف الصعوبات على المواطن المصري. دي بدأت فعلا سريعا اجتماعات من السيد رئيس الوزراء مع الوزراء والحكومة المعنية. أيضا هناك يعني خطة سريعة يجب أن تضعها الحكومة، وهي خاصة بتتعلق بخفض معدلات الدين العام. وبالفعل موازنة الحكومة العامة هذا العام التي تم إقرارها من مجلس النواب ومن السيد رئيس الجمهورية وضعت سقف لحد الديون لحد الدين حتى لا يتم ارتفاعها. لابد من وضع خطة سريعة لتوطين وتمكين الصناعة المصرية لخفض الفجوة في العملة الدولارية ما بين الواردات والصادرات وزيادة الصادرات من المنتجات المصرية لجلب عملة دولارية. أيضا تحقيق الاتجاه نحو التصنيع الزراعي والاهتمام بالتصنيع. خلينا سيادة النائب يعني تابع تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء النهاردة في المؤتمر الصحفي في أول اجتماع له مع الوزراء. يمكن من أبرز التصريحات الجديدة بالنسبة لنا كمواطنين فكرة وجود مجموعات وزارية نوعية، تشكيل مجموعتين وزارية نوعيتين بشكل مختلف هذه المرة. كيف ترى يعني هذه الخطوة، بالإضافة أيضا لوجود لجنة خاصة مشكلة في مجلس النواب الآن لدراسة برنامج الحكومة، يعني تأثير هذه الخطوات على أداء الحكومة في الفترة المقبلة بإذن الله؟ بالتأكيد أن بمجرد ما احنا اطلعنا على تشكيل الحكومة، مجرد تعيين اثنين من السادة نواب رئيس مجلس الوزراء، نائب وزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية السيد الفريق كامل الوزير، وللتنمية البشرية الدكتور خالد عبد الغفار، ده يدل على مدى اهتمام الدولة هذين الملفين التنمية الصناعية وملف التنمية البشرية، خاصة التعليم والصحة. والدكتور خالد عبد الغفار شغل العمل بوزارة التعليم ووزارة الصحة ولديه خبرة كبيرة في ذلك. ده هيؤدي إلى زيادة النشاط في هذين الملفين على مساعدة السيد رئيس الوزراء إلى تحقيق نتائج أفضل. هناك أيضا عدة علامات في التشكيل الوزاري، عودة وزارة وزير الاستثمار يدل على مدى اهتمام الدولة المرحلة القادمة بملف الاستثمار والاتجاه لجذب استثمار داخلي وخارجي بشكل أكبر، دمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولي والهجرة مع الخارجية، ده بداية دمج عدد من الوزارات والإصلاح الإداري، وتعيين وزير للمجالس النيابية وإضافة كلمة التواصل السياسي، فده بيدل يعني على مدى انفتاح الحكومة على المجتمع خلال الفترة المقبلة، على الحوار الوطني، على فئات المجتمع. ده يتصل أيضا سيادة النائب بتوجيه رئيس مجلس الوزراء للوزراء بحضور جلسات مجلس النواب والاستماع إلى مطالب المواطنين، كيف ترى أيضا هذا التوجيه؟ يعني مجلس النواب هو الصوت المعبر عن الشعب المصري، ولابد من وجود تواصل مستمر ودائم ما بين الحكومة وبين مجلس النواب يعني وصول مطالب وصوت الشعب المصري للحكومة. أيضا يعني اتجاه السيد رئيس الوزراء إلى عقد مؤتمر صحفي غالبا سيكون كل أسبوع أو أسبوعين يحضروا الوزراء ويحضروا يعني عدد من المعنيين وبعض السياسيين والنواب والقوى السياسية. ده اتجاه حميد زي ما ذكرت لحضرتك، ان احنا شايفين ان اتجاه الحكومة خلال الفترة المقبلة هو التواصل الدائم مع المواطنين من خلال القنوات الشرعية للمواطنين خلال مجلس يعني النواب. اخر نقطة، كيف ترى حوكمة ورفع كفاءة الانفاق الاستثماري كما جاء في المؤتمر الصحفي اليوم؟ يعني زي ما ذكرت لحضرتك ايضا ان موازنة الحكومة العامة لاول مرة تضع السنة دي هذا العام في موازنة 24-25 سقف الاستثمارات وصل حوالي تريليون جنيه. هيكون عندنا فقه الأولوية الانفاق خلال المرحلة القادمة، يعني سيتم العمل نحو نهو المشروعات التي اقتربت على الانتهاء وعدم بدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت لها مشروعات ذات أهمية خاصة. محدودية الإيرادات مع زيادة الانفاق بيتطلب علينا وبيفرض علينا ان احنا لابد ان يكون عندنا فقه الاولويات في الانفاق، وده شيء جيد. وموازنه الحكومه في العام الحالي 24-25 وضعت فعلا سقف لحد الاستثمارات تريليون جنيه فقط. نعم، اشكر جزيل الشكر سياده النائب مصطفى سالم وكيل لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المنتشرة عن انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية. أكد المركز التزام الحكومة بسداد كافة المستحقات المالية للشركة في مواعيدها المحددة وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، مشيرة إلى التزام شركة سيمنز للطاقة بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء المتعاقد عليها بموجب الاتفاق المبرم مع الوزارة في سبتمبر من عام 2018، والذي تضمن تشغيل وصيانة وإدارة محطات كهرباء كل من البرولوس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف لمدة 8 سنوات. وشدد المركز على كفاءة محطات كهرباء سيمنز التي تعمل بنظام الدورة المركبة تتخطى كفاءة تشغيلها 61%، مما يسهم في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم في توليد الكهرباء. نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية الحلقة 6 من بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد على ملاعب وادي الفروسية للشرطة. يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير جميع أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيمانا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة. بعد النجاحات التي حققها وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية في استضافة بطولات الفروسية محليا ودوليا، استضاف الوادي بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة 6 بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. الوادي الذي يتمتع بإطلالة ساحرة على بحيرة عين الحياة بمنطقة عين السيرة بالفسطاط، شهدت ملاعبه ذات المقاييس الدولية منافسة كبيرة بين الفرسان في ظل الأجواء التنظيمية التي وفرتها لهم وزارة الداخلية. كل الخدمات متوفرة والبطولة النهاردة رائعة، والحقيقة كل ده بيأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الأجواء المناسبة لرياضة الفروسية. نشكر طبعا وزارة الداخلية على التنظيم وعلى الملاعب الممتازة، وبنشكر طبعا رئيس الجمهورية لاهتمامه بالرياضة الفروسية عامة. ده من أحسن ملاعب الكلة اللي موجودة في مصر، عشان كمان الإضاءة اللي فيه وكل التجهيزات اللي موجودة بتخلي الموضوع سيف قوي لكل اللعيبه، وكمان نقدر نتفرج براحتنا على كل الالعاب الموجوده. نشكر وزاره الداخليه ورئيس عبد الفتاح السيسي على هذا العظمه. ما شاء الله نادي كبير يقدر يستوعب بطولات عالميه وبطولات كبيره. يمتلك الوادي تجهيزات متطورة لإنجاح أي بطولة تقام على أرضه، من فندق لإقامة اللاعبين وأسرهم واسطبلاب بتجهيزات بيطرية لإراحة وإقامة الخيول وتوفير خدمات للجمهور واللاعبين أثناء البطولات، فضلا عن ما يتمتع به من غرفة تحكيم مصممة لرؤية جميع الملاعب. النادي لما اتجدد طبعا بقى حلو جدا للبطولات المحليه والبطولات الدوليه، وبقى مؤهل ان هو يشيل بطولات دوليه، واتعملت فيه تصفيات كاس العالم وكانت على اعلى مستوى. الاراضي فعلا هنا يعني مجهزه بشكل كويس، والاراضي واسعه والاضاءه كويسه. وزاره الداخليه قدرت تحقق حاجات احنا قبل كده ما كناش بنشوفها ولا شفناها. انا بشكر وزاره الداخليه، وطبعا بشكر السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي على اهتمامه برياضه الفروسيه. انا بشكر وزاره الداخليه المصريه على صراحه يعني على المكان الرائع والممتاز، فاجتهاد ظاهر صراحه، وهم مهتمين بالديتيلز. يستمر الوادي في نجاحاته في استضافه بطولات الفروسيه منذ ان قامت وزاره الداخليه بتطويره
إسهاما منها في الارتقاء بهذه الرياضة. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أكد الأهمية الخاصة للعلاقات المصرية الأمريكية لكلا البلدين والشعبين. وخلال الاتصال الذي تلقاه من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد عبد العاطي حرص مصر على الحفاظ على وتيرة التفاعل والتنسيق بين البلدين من خلال الآليات الثنائية القائمة، وفي مقدمتها الحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري الخارجية والمفوضية الاقتصادية المشتركة. وتناول الاتصال أيضا عددا من القضايا الإقليمية الهامة، في مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره للدور الهام الذي تطلع به مصر لدعم جهود وقف إطلاق النار. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي حرصه على تكثيف آليات التشاور السياسي بين وزارتي خارجية مصر والمملكة المتحدة. وخلال تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني ديفيد لامي لتبادل الرأي والتقديرات بشأن مختلف القضايا الدولية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، استعرض الوزيران تطورات الوضع في قطاع غزة والجهود المصرية المبذولة لرعاية المفاوضات، بالإضافة إلى ما تبذله مصر من جهود على كافة المستويات لمواجهة آثار الوضع الإنساني الكارثي في القطاع. وأكد عبد العاطي أهمية دعم المجتمع الدولي لوكالة الأونروا لاستكمال مهمتها الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية. من ناحية أخرى، أعرب الوزيران عن قلقهم البالغ تجاه الوضع في لبنان واحتمالات زيادة حدة التصعيد بشكل يهدد استقرار لبنان ويفاقم من حدة التوتر في المنطقة. اجتمع وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع أعضاء وزارة الخارجية، وذلك من الكادرين الدبلوماسي والإداري. حرص وزير الخارجية على تخصيص هذا اللقاء في إطار الأهمية التي يليها للتواصل مع مختلف الدرجات الوظيفية بوزارة الخارجية. كما حث وزير الخارجية شباب الدبلوماسيين على تكثيف الجهد لدعم أولويات الدولة المصرية، مشيرا لأهمية البعدين التنموي والاقتصادي. وجه وزير الصحة الفلسطيني رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمته مصر من مساعدات طبية وإنسانية للجانب الفلسطيني. خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، أكد الوزير الفلسطيني أن العلاقات المصرية الفلسطينية علاقات وثيقة وراسخة تدعمها إرادة سياسية وشعبية ممتدة عبر التاريخ. كما سلم درع القدس الدكتور خالد عبد الغفار تقديرا للجهود المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني خلال أزمته الراهنة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أعلن مصدر رفيع المستوى عقد اجتماع رباعي غدا بالدوحة يضم وفود مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت، موضحا أن رئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي سيرأسان وفود مصر والولايات المتحدة بهذا الاجتماع. أفاد المصدر أن مصر أكدت مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار تسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وأشار المصدر أن هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط، وأن المفاوضات ستتواصل بعد غد بالقاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.
في مسعى جديد للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى، جاءت جولة جديدة لوفد أمريكي بالمنطقة برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، وذلك لإجراء محادثات بين إسرائيل وحركة حماس والوسطاء. جولة الوفد الأمريكي بدأت من القاهرة للقاء الوفد الأمني المصري الذي يبذل نشاطا مكثفا للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار، ولتؤكد بشكل واضح دور مصر الهام والمحوري في دعم القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إنه لا تزال هناك بعض الفجوات المتبقية بين موقفي الطرفين، لكنه في نفس الوقت أكد أن واشنطن لم تكن لترسل فريقا للمفاوضات إذا لم يكن هناك فرصة لإحراز تقدم. حركة حماس من جانبها أبدت مرونة للتوصل لاتفاق، وتخلت الأسبوع الماضي عن مطلبها المتمثل في التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار أولا قبل أن توقع أي اتفاق لترمي الكرة في ملعب الجانب الإسرائيلي. كما أكدت الحركة أن تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة من شأنه أن يعيد المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار إلى نقطة الصفر، محملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي انهيار للمفاوضات. وعلى الجانب الآخر يواصل نتنياهو إصراره على ضرورة أن لا يحول الاتفاق دون استئناف إسرائيل لعملياتها حتى تحقيق أهدافها في الحرب. يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات ضد نتنياهو في أنحاء إسرائيل للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين، فيما بلغ بالمعارضة الإسرائيلية التعهد بتقديم شبكة أمان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال تمت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس، وذلك شريطة استقالة وزير الأمن القومي بن جفير ووزير المالية سموتريتش. أكد الرئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي دعم البرلمان العربي ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. خلال الجلسة الخامسة للبرلمان العربي بدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث، وجه العسومي الشكر لمصر على جهودها المضنية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني. هذا وقد أشار العسومي لاستمرار البرلمان العربي في جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين. دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليابان إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك يمثل انحيازا للجانب الصحيح من التاريخ. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده أبو الغيط بنادي الصحفيين اليابانيين في إطار مشاركته في أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقدة في طوكيو. تناول أبو الغيط خلال كلمته الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة والمأساة الإنسانية التي نتجت عنها، فضلا عن الاضطراب الكبير الذي سببه العدوان الإسرائيلي في المنطقة بأسرها وإحالة الأمن الدولي والاقتصادي العالمي. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 38,243 شهيدا، بالإضافة إلى 88,033 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. في بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر بحق المدنيين في القطاع، أسفرت عن وصول 50 شهيدا و 130 مصابا للمستشفيات خلال الساعات 24 الأخيرة. اعتمد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خطة بدء تجنيد المتشددين في الجيش في تحرك من المرجح أن يفاقم توتر العلاقات داخل الائتلاف الحكومي المنتمي إلى تيار اليمين. وقالت وزارة الدفاع في بيان، قالت إن جالانت أجرى مباحثات مع مسؤولين عسكريين كبار وافق بعدها على توصياتهم بتنفيذ أول استدعاء للرجال المتشددين إلى الجيش على مدى أشهر
الأشهر المقبلة. وذكرت الوزارة أن الأمر يشمل الفرز الأولي والتقييم لتحديد المجندين المحتملين. كانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قضت الشهر الماضي بالبدء في تجنيد طلاب المعاهد الدينية في الجيش. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. الرئيس الفرنسي يرفض استقالة رئيس وزرائه، والبلاد تدخل حالة من الضبابية السياسية. أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن واشنطن قد اتخذت المزيد من الخطوات الدبلوماسية لمحاولة تخفيف التوتر على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان ومحاولة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار. أعرب ميلر عن أمله بأن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية النجاح في مسعى التوصل إلى حل دبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حرص بلاده على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الهند، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين البلدين زاد العام الماضي بنسبة 66%، وارتفع مجددا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20% إضافية، معلنا عن استثمارات روسية ب 100 مليار روبل في الهند. وقدم الرئيس الروسي الدعوة لرئيس الوزراء الهندي لحضور منتدى بريكس. من جانبه أكد مودي التعاون بين نيودلهي وموسكو في مجالات الوقود والطاقة، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة لإحلال السلام في أوكرانيا. اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بإصابة مستشفى للأطفال في كييف بالأمس نافية شن القوات الروسية ضربات على أهداف مدنية. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري باسكوف إن النيران الأوكرانية المضادة للصواريخ هي التي أصابت المستشفى. وتقول السلطات الأوكرانية إن روسيا قصفت مستشفى الأطفال الرئيسية في كييف بصاروخ، إضافة إلى استهداف مدن أخرى في جميع أنحاء أوكرانيا بالصواريخ البالستية، ما أسفر عن مقتل 41 مدنيا على الأقل. بعد رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيس وزرائه جابرييل أتال على وقع نتائج الجولة الحاسمة من الانتخابات التشريعية وتقدم كتلة اليسار، تدخل فرنسا حالة من الضبابية السياسية مع اختلاف المجموعات النيابية بشأن قضايا جوهرية. نتابع. تدخل فرنسا حالة من الضبابية وعدم اليقين السياسي بعد الإعلان عن نتائج الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية، والشاهد طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من جابرييل أتال رئيس حكومته البقاء في منصبه في الوقت الحاضر من أجل المحافظة على استقرار البلاد. ورغم أن ماكرون قطع الطريق على اليمين الفرنسي المتطرف في مفاجأة غايرت التوقعات، إلا أنه حصد برلمانا ذا ثلاث مجموعات متناحرة لا يمكن الإمساك بزمامه، وذلك بعد أن كان يعيش حالة من التناغم متسلحا بالأكثرية النسبية التي حكم بواسطتها طوال عامين. وهناك العديد من الاختلافات الجوهرية بين الكتل الثلاث في كيفية التعامل مع قضايا مثل قانون تعديل سن التقاعد أو تجميد قانون الهجرات ورفع الحد الأدنى للأجور وإعادة فرض ضريبة الثروة، فضلا عن علاقات فرنسا مع الخارج بما في ذلك حرب أوكرانيا وحرب غزة، حيث يدعو اليسار إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية من غير تأخير.
كتلة اليسار من جانبها منذ إعلان النتائج وهي تلح على ماكرون مطالبة بتعيين رئيس للحكومة لتنفيذ برنامجها الانتخابي، وطرحت أسماء من بينها رئيس الجمهورية السابق الاشتراكي فرانسوا أولاند الذي فاز بمقعد نيابي. ويرى مراقبون من أوساط الإليزيه أن ماكرون ليس على عجلة لتسمية رئيس جديد للحكومة في انتظار التشكيلة النهائية للمجموعات البرلمانية. قد يكون الحل هو الذهاب إلى حكومة تكنوقراط برئيس تقبله الأطراف كافة، مع التعهد بعدم إسقاطها للخروج من مأزق حكومة الأضداد التي حذر منها اليسار الفرنسي. عقدت الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الاجتماع الثاني لإنهاء إجراءات التأسيس بمقر التحالف في القاهرة الجديدة. اعتمدت الجمعية العامة خلال الاجتماع النظام الأساسي واللوائح الداخلية وخارطة طريق استراتيجية لعمل التحالف الوطني 2024-2030 لتنطلق أنشطة التحالف بعد إنهاء إجراءات التأسيس بشكلها الجديد لخدمة المواطنين في كل أنحاء الجمهورية. يستكمل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية غدا امتحاناتهم بحسب التفاصيل المعلنة في جدول الامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2024. من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الجيولوجيا لشعبة علم علوم، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علم رياضة امتحان الجبر والهندسة الفراغية، ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديري مديريات التربية والتعليم ببذل المزيد من الجهود لضبط وانتظام سير امتحانات الثانوية العامة. والآن نتحول إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشرة التاسع. التفاصيل مع ميرنا إيهاب، تفضلي ميرنا. شكرا لكما إلهام وريهام، والآن مشاهدينا هذه جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أكدت الحكومة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إنجاز الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفض ومتوسط الدخل وتسليمها للمستحقين. وأضافت الحكومة أنه يجرى تنفيذ 1,000,000 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور منخفض الدخل، منها 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن العبور الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة وأسوان الجديدة وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة 15 مايو، ذلك بالإضافة إلى 28,000 وحدة سكنية تم وجر تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور متوسط الدخل. وفي سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملاتها بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.920 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة تقدر ب 19% ليغلق عند مستوى 28,466 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 25% ليغلق عند مستوى 6,314 نقطة. وصعد مؤشر إي جي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 24% ليغلق عند مستوى 9,149 نقطة.
في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط مع تجاوز مركز الخام الأمريكي في هيوستن مخاطر إعصار باريل، وتطلع المتداولون إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أو المركزي الأمريكي جيروم باول التي تستمر يومين بشأن السياسة النقدية. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.95% ليصل إلى 85.2 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.52% ليصل إلى 82.16 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.1% ليصل إلى 2.32 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.33% لتسجل 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة بشكل طفيف فقط في الدول الغنية في العالم على المدى القصير، وأكدت المنظمة أن الأجور ارتفعت بشكل أسرع من الأسعار خلال العام الماضي، لكن الأجور الحقيقية لا تزال أقل من مستوياتها في أواخر عام 2019 في عدد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة. وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي إلى أن هناك دلائل على أن سوق العمل يتباطأ مع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة مقارنة بعدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل، لكنها لا تتوقع رؤية الارتفاع الحاد في معدلات البطالة التي رافقت الفترات الماضية والتي رفعت فيها البنوك المركزية أسعار الفائدة الرئيسية لتهدئة التضخم. نهاية أخبار الاقتصاد، وأعود مرة أخرى إلى إلهام وريهام. شكرا لك مرنا. شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية بمنطقتي عين شمس والمطرية وذلك بنطاق محافظة القاهرة على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة غير منضبطة في حالة عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر. كما تم التأكد أيضا من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين وأيضا متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين، وتم تنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من استقرار في السياسات النقدية والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية. والآن مع أهم الأخبار الرياضية نعود مرة أخرى إلى مرنا. إيهاب إليك مرنا. شكرا لكما ريهام وإلهام. والآن مشاهدين هذه جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا. تنطلق فعاليات سباق رالي المرحلة الثالثة سيو العالمين في 20 من شهر أغسطس المقبل ضمن الأحداث الرياضية المقرر أن تقام على هامش مهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية، ذلك خلال الفترة من 11 من شهر يوليو الجاري حتى 30 من شهر أغسطس المقبل. تعتبر سباقات الرالي هي سباقات للتحمل والسرعة تشمل عدة مراحل، حيث يحصل المتنافسون في نهاية كل منها على عدد من النقاط، وتتم سباقات الرالي عادة على الطرقات العامة المفتوحة للسير الطبيعي أثناء السباق. تجرى بعد قليل مباراة منتخبا إسبانيا وفرنسا في أول لقاءات الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024. يتأهل الفائز من تلك المواجهة لخوض المباراة النهائية أمام المتأهل من نصف النهائي الثاني بين منتخبي إنجلترا وهولندا المزمع إقامتها غدا.
مشاهدينا، كانت هذه أخبار الرياضة، وعودة مرة أخرى إلى إلهام ورهم. شكرا ميرنا. وفي أندونيسيا أعلن مسؤولون مصرع 12 شخصا على الأقل وفقدان 18 آخرين بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انهيار أرضي في منجب بجزيرة سولاوسي الإندونيسية. أشارت السلطات إلى أنه تم نشر 164 فردا من فريق الإنقاذ الوطني وأفراد من الشرطة والجيش للبحث عن المفقودين. والآن نتحول إلى أهم أنباء الطقس في نشرة التاسعة. نعود فيها مرة ثالثة وأخيرة إلى ميرنا إيهاب. تفضلي ميرنا. شكرا إلهام، شكرا ريهام. والآن مشاهدينا، هذه وقفة ثالثة وأخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيانهم بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 39 درجة وصغرى 28، إسكندرية 36-25، مطروح 34-25، بورسعيد 34-27، والإسماعيلية 40-26. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 26، العريش 36-26، طابة 37-27، شرم الشيخ 39-29، والغردقة 40 وأيضا الصغرى 40. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 29، أسوان 43-29، الوادي الجديد 42-26، شلاتين 41-28، وأخيرا حلايب العظمى 36 درجة والصغرى 30. والآن نستعرض مع حضرتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
انتهت نشرة التاسعة، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الأمريكية، ومستجدات التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة أبرز محاور اللقاء. عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة، مدبولي يؤكد سعي الحكومة بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية. اجتماع رباعي يضم وفود مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل غدا بالدوحة، ورئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي يرأسان وفدي البلدين بالاجتماع. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف، أهلا بك. مساء النور يا ريهام، وازيك يا إلهام، عاملين إيه؟ كله تمام.